لماذا قامت روسيا ببيع ألاسكا الغنية إلى أمريكا بثمن زهيد؟ هل تعلم أن روسيا كانت تملك منطقة ألاسكا؟ وهل تعلم أن روسيا قامت ببيع ألاسكا للولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب حرب القرم خلال فترة الستينات من القرن التاسع عشر؟ مرت روسيا بمشاكل مالية أدت إلى إعادة تفكيرها في منطقة ألاسكا. وهل تستطيع الإمبراطورية الروسية حمايتها من أن يستولي عليها الجيش البريطاني أو الجيش الأمريكي؟ حيث كانت الإمبراطورية البريطانية تتواجد بشكل مكثف في منطقة كندا. تبلغ مساحة منطقة ألاسكا نحو 1.5 مليون كيلومتر مربع، وتم بيعها لأمريكا بمبلغ 7.2 مليون دولار سنة 1867. عندما كانت منطقة ألاسكا تتبع للإمبراطورية الروسية، كانت ألاسكا تتواجد في أقصى شرق هذه الإمبراطورية. عرضت الصحافة الأمريكية شراء منطقة ألاسكا واعتبرت ذلك إهانة للأمريكيين، كما استغرقت الولايات المتحدة سنة كاملة لتسديد ثمن الصفقة. عندما بدأ الروس في استيطان ألاسكا سنة 1784، قاموا بتأسيس مراكز تجارية وكنائس أرثوذكسية شرقية معظمها على طول الساحل. وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر، وبعد أن خسرت الإمبراطورية الروسية حرب القرم لصالح بريطانيا، وخوفا من أن تستولي بريطانيا على ألاسكا في أي صراع مستقبلي، قرر القيصر التوصل إلى اتفاق لبيع هذه المنطقة الغنية. كما زادت مخاوف روسيا بشأن منطقة ألاسكا كونها تقع في منطقة بعيدة عن الجانب الشرقي من روسيا، وأن الجيش الروسي لن يستطيع حمايتها والدفاع عنها. كان ذلك في عهد ألكسندر الثاني الذي قام بالعديد من الإجراءات لمحاولة حل هذه الأزمة. ألكسندر الثاني يرسل السفير الروسي للتفاوض بشأن بيع ألاسكا. جاءت فكرة بيع ألاسكا نتيجة مناقشات دارت بين ألكسندر الثاني قيصر روسيا مع إدوارد ستوكل الذي كان يعمل سفيرا لروسيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأسفرت هذه المناقشات على أن السفير الروسي قد أخبر القيصر بأن منطقة ألاسكا باردة الطقس، ومن المستحيل أن تقام عليها مستعمرات، كما أن الأمر يعد غير آمن على الإطلاق بسبب وجود القوات البريطانية في منطقة كندا بشكل مكثف. فقام القيصر بأخذ قراره بشأن بيع ألاسكا بالكامل إلى أمريكا، وكلف إدوارد ستوكل سفير روسيا بإنهاء إجراءات البيع. دارت بعض المناقشات والمفاوضات بين جيريمي سوليفان بلاك الذي كان يعمل وزيرا للخارجية الأمريكية مع إدوارد ستوكل السفير الروسي بواشنطن بشأن قضية ألاسكا. لكن المفاوضات لم تكتمل، لأنه في هذا الوقت دارت العديد من الحروب الأهلية داخل أمريكا. لكن المفاوضات قد استأنفت سنة 1867 مرة أخرى، وهذه المرة كانت مع وزير خارجية آخر، وهو الوزير ويليام سيوارت. وقد أعرب السفير الروسي عن تفاؤله حيال هذه الأزمة، وذلك لما يعرفه عن ويليام سيوارد من قدرته على التفاوض الجيد. وتمت عملية البيع، واتفق الطرفان بشكل رسمي على بيع ألاسكا إلى أمريكا في شهر مارس لسنة 1867. الجدير بالذكر أنه تم بيع ألاسكا إلى الولايات المتحدة بمبلغ 8.6 مليون دولار، ولكن قيمة الدولار وقتها كانت تختلف عن قيمة الدولار في الوقت الحالي، فقد كانت هذه القيمة تساوي حاليا 110 مليون دولار. ومن المعروف أن مساحة ألاسكا تتخطى 1.5 مليون كيلومتر مربع، وهذا يعني أن ثمن الكيلومتر المربع الواحد هو 7.4 دولار فقط. يعد السعر الذي بيعت به ألاسكا إلى الولايات المتحدة سعرا زهيدا للغاية. هذا ما أثار الكثير من الانتقادات والمعارضات حيال هذه الصفقة. وقد عارضت الصحافة الأمريكية صفقة بيع ألاسكا، ووجهت الصحافة الأمريكية هجوما شرسا على ويليام سيوارد وزير الخارجية الأمريكي، وأثارت غضب الشعب الأمريكي من منطلق أن صفقة شراء ألاسكا للولايات المتحدة تعد إهانة للكيان الأمريكي.
ولحل هذه الأزمة ألقى ويليام سيوارد خطابا يشرح فيه للشعب مدى أهمية هذه الأرض، ويشرح فيه أيضا مدى أهمية مواردها التي ذكر من بينها موارد الفراء وما يمكن اصطياده من البحر أو استخراجه من مناجم ألاسكا. وخلال هذا الخطاب أيضا استشهد ويليام سيوارد بآراء مجموعة من الخبراء الذين أشادوا بأهمية هذه الأرض وأهمية مواردها. وفي هذا السياق يذكر أن أمريكا قد استغرقت ما يقارب من عام لتسديد ثمن ألاسكا بالكامل، وذلك بسبب الاختلافات التي دارت بين نواب المجلس الأمريكي حول تداعيات صفقة شراء ألاسكا.